السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو رياكشن اخرى مع اخوكم شات يور سيستر. هاد السميه اللي عزلات اختك بواد الله خلق مشاكل في لي باج ديال الترول. اي اون بارلون دو باج ديال الترول، وليتي ما كتقدش تمشي تشوف اي تراك حطوه، وليتي خاصك تلقى فيه السبان والمعيور والله، ولا اي تراك شفت لي كومونتير التراك هذا وبنات مخيب، بنات ولا حقود، فهمتي؟ كاين الفرق، راه ديما كنقولها، كاين الفرق ما بين الترول وما بين الساركازم وما بين بعض الحقود، فهم كيدير الحاجه باش الحقد، راه كاين فرق كبير. صوبوا لي بزاف ديال لي كومونتير ماشي هما على هذا الشيء. هادشي اش قلنا خاصنا نديرو رياكشن باش نعرفو واش بيبليك غمدرم مع داكشي اللي قال الجماعه. وهادشي اللي كنظن، وهادشي اللي كنظن بزاف، ان بزاف ديال الناس عند الاغلبيه ديال لي جاز الاعمار صغار، وكيخليو ان بنادم كيبقى غادي مع الموجة، حيت الا قال شي حاجه زوينه غيتلاعب عليه بنادم، ولا حتى الراي الاخر ما كيخليوش، سو كتحشم تقول شي حاجه عجباني حيت غيبداو يضحكوا عليك ولا غيبداو والله ديما خلق وصافي. ما عليناش، انا صراحه كتعجبني الموسيقى ديال اختك، موسيقتها زوينه اون جينيرال، ميم سي هنا بان ليا دايره شي لعيبات في وجهها وفي حالتها، ودواء على الاوتوتون شويه، داكشي اللي كيخدم في لي باج ديال الترول وهذا، ولا هذا كتعطيك واحد ليدي ما تنتسنطو عاد نحكمو. شحال تحاليتي الايام، كلشي فكرة فاغيابل، كون تشوفي اش درتي فيا مبقيتش فاهمة شنو طاري، كتبت لي غير في ثانيه، واش غتعوضيني بشي لياس؟ شحال المشكل لوطوتون ما بيش، غير جو بونس غتلقى احسن من هاد لوطوتون اللي خدامه به. حتى دابا لوطوتون راه الصاد اللي كيصايب لك لابرود، انت وياه كتفقوا على لوطوتون اللي كيبان مناسب لهادشي، سوات تغلط الصوت ترقوا على حساب اش باغي. وصراحه ما خايبش لوطوتون لحد الساعه، غير بوتيتر كيل بو فير ميو. فلو واعر هذا الفلو، هذا واعر بزاف. المهم غض النظر على الهافانا كلوب اللي كاين تمايا، ولكن البلان جميل. سلام صافي، القوى منتاني في كاسي، قلبي كله غرازي، بيلي ساكنني كيقول لي فازي. سلام صافي، القوى في كاسي، قلبي غرازي، بين ساكنني يقول لي فازي. اللي بقى ليا اللي حكر عليك وري ليا. خاتم زوين اللي ضاربه فكرتني بشي شي افلام ديال الهنود قبل كيكون داير اللعيبه شي خطره. يا راسي اللي بقى ليا، اللي تقلت عليك خففت عليا، بيزا مداد فلحمي بنت لي وبيزا، وحدي في كواني عطوني غير هذا افي واعر، هذا افي خطير، هذا اللي لعبات به اللي كانت دوري بحال هكا ولاريير بلون نوار وضرب على الضو من الفوق، واعر هذه اللقطه هذه. اللي بقى ليا، اللي تقلت عليك in my universe عطاوني تيمون بيزار، كنجيهم بيزار، عطاوني تيخار in my universe كنجيكم بيزار، خاصك فيزا in my universe، خاصك فيزا في اليونيفير ديالي، خاصك فيزا. صافي بقى الرفرع عاوتاني.
C'est bien, même si c'est truqué, l'image n'est pas réelle, ou alors c'est vrai, je te vois, on a dit ça. Ça fait. Ça l'est bizarre. Bizarre. C'était une pub pour le Havana Club. Ok. Mais je suis bien au bhal. Ok. Ok. بزاف ديال الوقت خايده بزاف ديال الوقت تراك اصلا كله 2 دقائق و47 الرفران طولنا منه بزاف وهادي سو وي تراك هذا صافي دير منك ديرو في الدنيا عجباني الموسيقى ولكن ما خرجتش بسطوره اللي نبقى عاقل اليوم الكتابه كانت فريمون مينيمال كانت قليله الكتابه اللي كتباتي كانت قليله في هذا وكيبقى الرفران كيتعاود وشيء اللي مغاير لختك باسكو اختك اون جينيرال معروفه بالكتابه ديالها معروفه بالفري ستايلات سو ما عرفتش اي جو بونس ان طران دي سي ستيل جديد كتجرب ستيل جديد ومن حقها انا ديما كنقول بان الرابر خاص يكون عنده الشجاعه انه يزعم على حوايج اخرين وخا تقول ليه شي ستيلات يجرب حوايج اخرين باش يشوف ما يبقاش يلعب في نفس ستيل ويبقى في ديك لا زون دو كونفور زعما كراني بخير سو هادشي اللي كتحاول دير مي سانسيرمون كنت كنتسنى اكثر من ديسك انا كنت كنتسنى اكثر من تراك كان كيصحابني غتكون فيه شي حاجه اكثر جاتني الكتابه قليله الكشباق ديال لا برود زوينه اون جينيرال الكليب عجبتني لا بارتي ديال اللي كتبقى الدور ميم سي سامو الكليب كله مخدوم زوين لي بريز دو فيو تويشيات هذا مي لا شوز نوفيل الحاجه اللي كانت جديده في التراك هذا ولا الكليب هي الوقيته اللي كانت هي كدور لاريير بلون نوار وضرب في الضوم الفوق دار واز نيو دار واز ديفرنت بات فور اذر ستاف تراك ما عرفتش نصنفو كوميرسيال ولا ستيل جديد بالنسبه لاختك مي سافا سا باس مي كنتسناو كثر خاص يكون كثر نورمالمون الريتم اللي ولا فات لينا اختك والتويشيات اللي شفنا قبل يسون بوكو ميو كو هذا يسون بوكو ميو سو جاب لي الله بحال الخدمه تفوكسات على الكليب كثر من التراك في هذا الكليب وقال من احسن الكليبات اللي دارت هي ولكن تراك الى ان بو موان بون على شنو ديجا دارت لنا قبل وهذا الراي ديالي الراي الشخصي مي با او بوان باش نقولوا بنادم داكشي ناقص ما كاين والو بلاكس حنا كنشجعوا الخدمه كنشجعوا لو كوراج ديال الرابر اللي كيمشي حاجه زوينه ولكن كنقولوا الصراحه او ميم طون اي بتاتر التراك هذا نعاود نسمط ليه مرات اخرين بتاتر يولي يعجبني اكثر من هذا الشيء اللي كاين دابا ساسبو يكون هذا مي هذا ما كان هذا ما كان تقول لي انتم الراي ديالكم اش بان لكم متفقين معايا واش عجبكم التراك واش خاصني نتصنت ليه اكثر من مره باش بوتيتغ تكونيكتا معاك اكثر خليوا لي لي كومونتير قولوا لي اش كاين اريوس